الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فموعدنا في هذه المحاضرة مع تفسير الآيتين من سورة البقرة 44 بعد 100 و45 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. القراءات في قوله وما الله بغافل عما يعملون قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح بالخطاب، فيشمل المؤمنين وغيرهم، وقيل هو وعد للمؤمنين فقط. وقرأ الباقون بالغيبة موجها لأهل الكتاب على الوعيد لهم، وقيل الضمير على القراءتين لجميع الناس، فيكون وعدا ووعيدا لفريقين من المؤمنين والكافرين. المناسبة، ما زالت الآيات في قصة تحويل القبلة وسابقها ولاحقها وموقف أهل الكتاب منها. لغويات الآيتين: قوله قد نرى أي ربما نرى، ومعناه كثرة الرؤية، كقوله قد أترك القرن مصفرا أنامله. وزعم بعضهم أن قد هنا للتقليل، لظنه أن قلة التقليب أكمل في الأدب، وهذا غير صحيح، والتكثير دل عليه لفظ التقلب. وهل التكثير معنى مجازي لقد أو حقيقي؟ قولان، نسب الثاني لسيبويه. شطر المسجد أي جهته ونحوه. قال الشاعر: وأضعن بالقوم شطر الملوك، وهو ظرف زمان، وشطر الشيء وسطه ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل، وشطر الشيء وسطه، وأحيانا يراد منه النصف، يقال شاطرته شطارا أي ناصفته، وليس مرادا هنا. الحرام المحرم أي المحرم فيه القتال أو الصيد ونحوه، أو الممنوع من الظلمة أن يتغلبوا عليه. وأصل الحرام الممنوع منه، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يترسم أمره. الآثار: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة، فارتابت من ذلك اليهود وقالوا
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال الله: قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأخرج البخاري وغيره عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وأخرج عبد الرزاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فصرف إلى الكعبة. وأخرج ابن ماجه عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة إلى بيت المقدس 17 شهرا، ثم أنزل الله آية يأمره فيها بالتحول إلى الكعبة، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة، إلى الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام. وأخرج ابن مردوية عن نويلة بنت أسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال الراوي: فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وأخرج ابن مردوية عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع، إذ نادى مناد بالباب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وأخرج ابن مردوية عن ابن عمر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر، وأنها الصلاة الوسطى. وأخرج النسائي والبزار وابن المنذر والطبراني عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر. فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، حتى
حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى. فتوارينا فصلينا، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ إلى الكعبة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. قال: هو يومئذ يصلي نحو بيت المقدس، وكان يهوي قبلة نحو البيت الحرام، فولاه الله قبلة كان يهواها ويرضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: تلقاء المسجد الحرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع قبلتنا. فقال: يدعو الله ويستفرض القبلة، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فانقطع قول يهود حين وجه للكعبة، وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وعن ابن عباس قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب. وعن عبد الله بن عمرو في قوله: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: قبلة إبراهيم نحو الميزاب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. وعن البراء في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: قبله. وعن ابن عباس قال: شطره نحوه. وعن مجاهد في قوله: شطره يعني نحوه. وعن أبي العالية في قوله: شطر المسجد الحرام، قال: تلقاءه. وهذا قول عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وعن رفيع قال: شطره تلقاءه بلسان الحبش. وعن أبي رزين قال في قراءة عبد الله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله. وعن السدي في قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب، قال: أنزل ذلك في اليهود. وعن ابن عباس في قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، قال: يعني بذلك القبلة. وعن أبي العالية في قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يقول: ليعلمون أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم والأنبياء، ولكنهم تركوها عمدا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يقول: يكتمون صفة محمد وأمر القبلة. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يقول: لا اليهود بتابع قبلة النصارى، ولا النصارى بتابع قبلة اليهود. أقوال المفسرين: قوله تقلب وجهك أي تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، وأدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم. ولمخالفة اليهود فكان يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل. فلنولينك أي فلنعطينك ولنمكننك من استقبالها، من قولك: وليته كذا إذا جعلته واليا له. أو فلنجعلنك تلي تمتها دون سمت بيت المقدس. ترضاها أي تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله وحكمته. فولي وجهك تخصيص التولية بالوجه لأنه مدار التوجه، وقيل المراد جميع البدن، وكني بذلك عنه لأنه أشرف الأعضاء وبه يتمايز الناس، وقيل مراعاة لذكره قبل.
شطر المسجد نصب على الظرف، أي يجعل تولية الوجه تلقاء المسجد، أي في جهته وسمته، لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين، وهذا الذي عليه الأكثرون أن المراد المواجهة، وكما في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال آخرون، وهو أحد قولي الشافعي، أن الغرض إصابة عين الكعبة. وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الآلوسي وفائدة تعميم الأمكنة على ما ذهب إليه البعض دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة، وقيل لما كان الصرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب اليهود وكان مظنة ألا يتوجه إليها في حضورهم أشار إلى تعميم التولية جميع الأمكنة، أو يقال صرح بأن التولية جهة الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس ولأهله أيضا، لئلا يظن أن حضور بيت المقدس يمنع التوجه إلى جهة الكعبة مع غيبتها. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. قال الزمخشري لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى القبلتين، ثم يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. وقوله بكل آية أي بكل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق. ما تبعوا قبلتك لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإرادة الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق. وما أنت بتابع قبلتهم حسم لأطماعهم، إذ كانوا ماجوا في ذلك وقالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره، وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن هذه القبلة لا تصير منسوخة أبدا، وقيل إنها خبرية لفظا إنشائية معنا، ومعناها النهي أي لا تتبع قبلتهم أي داوم على عدم اتباعها.
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة، لا يرجى اتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى مطلع الشمس. أخبر عز وجل عن تصلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه، فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان، والمبطل لا يقلع عن باطله لشدة شكيمته في عناده. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره، ولهذا قال مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله وما أنت بتابع قبلتهم، كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير، بمعنى ولئن اتبعتهم مثلا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر إنك إذا لمن الظالمين المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفضاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى، وتهييج وإلهاب للثبات على الحق. المعنى الإجمالي: يذكر تعالى أنه كان جل في علاه مطلعا عالما بتكرار نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ينتظر الوحي من ربه ليحول قبلته إلى بيته الحرام، وقد حصل ما كان ينتظر، فوالله الله القبلة التي ترضيه وتقر بها عينه، وأمره أن يتوجه حال صلاته إلى جهة المسجد الحرام، سواء أكان في المدينة أم في أي مكان حل فيه هو وسائر المؤمنين. ثم أخبر سبحانه أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الأمر حق من ربهم لعلمهم بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وما لديهم من أخبار عنه في كتبهم، وأنه سبحانه لا يعزب عنه شيء مما يعملونه هم وغيرهم، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم أيأس الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من مجادلة أهل الكتاب، وأخبره أنهم ليسوا في حاجة للبراهين والأدلة لأنهم يجحدون عن علم، فمهما أتاهم بآية فلن يستجيبوا له ويتبعوا دينه ويتوجهوا لقبلته، وسوف يبقى هو مخالفا لهم أبدا، بل إن خلافهم فيما بينهم باق أبدا، فلن يتبع اليهود قبلة النصارى ولا النصارى قبلة اليهود، ولكل منهما دينه. وحذر جل وعلا عباده المؤمنين بوعيد شديد، وجهه لقدوتهم وأسوتهم بأنه لو اتبع أهواء ومزاعم أهل الكتابين لأي غرض كان بعدما أنزل الله عليه من حق وعلم وبين له من الهدى، فسوف يكون في عداد هؤلاء الظالمين الذين أعد الله لهم عذابه المهين. مسائل الآيات: الأولى، استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية لقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره، وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة، لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره. المسألة الثانية، إن قلت كيف قال وما أنت بتابع قبلتهم، ولهم قبلتان، لليهود قبلة وللنصارى قبلة، قلت كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق، فكانتا بحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة، وقيل مشاكلة لما قبلها. وقد يقال إن الإفراد
بناء على أن قبلة الطائفتين الحقة في الأصل بيت المقدس، وعيسى عليه السلام لم يصلي جهة الشرق حتى رفع، وإنما كانت قبلته قبلة بني إسرائيل اليوم، ثم بعد رفعه شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق، واعتذروا بأن المسيح عليه السلام فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام، وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء، وذكروا لهم أن في الشرق أسرارا ليست في غيره، ولهذا كان مولد المسيح شرقا كما يشير إليه قوله تعالى: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واستقبل المسيح حين صلب بزعمهم الشرق، وقيل إن بعض رهبانهم قال لهم: إني لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي: إن الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي في كل يوم، فمر قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم، فصدقوا وفعلوا. ويؤيد ذلك أنه ليس في الإنجيل استقبال الشرق، وذهب ابن القيم إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحي وتوقيف من الله تعالى، بل بمشورة واجتهاد منهم. أما النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة، وكان عيسى قبل الرفع يصلي إلى الصخرة، وأما اليهود فكانوا يصلون إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا، وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلى الصخرة وصلوا إليه. فلما رفع اجتهدوا، فأدى اجتهادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة، وليس في التوراة الأمر بذلك. والسامرة منهم يصلون إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس. المسألة الثالثة قوله: ولئن اتبعت أهواءهم. الآية فيها وجوه من التأكيد والمبالغة ذكرها الآلوسي، وهي: القسم واللام الموطئة له، وإن الفرضية، وإن التحقيقية واللام في حيزها، وتعريف الظالمين، والجملة الاسمية، وإذا الجزائية، وإيثار من الظالمين على ظالم أو الظالم لإفادته أنه مقرر محقق وأنه معدود في زمرتهم عريق فيهم، وإيقاع على ما سماه هوى أي لا يعضده برهان ولا نزل في شأنه بيان، والإجمال والتفصيل، وجعل الجاء نفس العلم، وعد أيضا من ذلك عده واحدا من الظالمين مغمورا فيهم غير متعين كتعينهم فيما بين المسلمين، فإن فيه مبالغة عظيمة للإشعار بالانتقال من مرتبة العدل إلى الظلم، ومن مرتبة التعيين والسيادة المطلقة إلى السفالة والمجهولية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.